قليل. أهلا بكم من جديد. يستهدف أصحاب الكلمة الحرة في العراق، بينما ينعم الفاسدون بكل الحقوق ويتمتعون بصرف أموال الشعب على ملذاتهم. ابن المثنى الحر المتمسك بمبادئ الوطن والمواطنة باسن الخشان، الذي نذر وقته وحياته لمحاربة الفساد والفاسدين في محافظته وفي مدن العراق الأخرى، يقبع الآن خلف القضبان لا لذنب ارتكبه، وإنما هو عقاب على وطنيته وانتمائه لبلده وخوفه على مصلحة أبنائه. فلم يرتكب هذا المواطن العراقي ذنبا باستثناء فضيحته أو فضحه لملفات فساد عدة أو مساهمته في صدور أحكام بحق عدد من المسؤولين الفاسدين. ربما ذنب آخر ارتكبه الخشان عندما أعلن رفضه مشاركة المشمولين بقانون العفو العام في الانتخابات، وهو آخر موقف جهر به هذا الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي قبل اعتقاله، عندما لفت الانتباه إلى مواد في مقترح تعديل قانون العفو تتيح بصورة أو بأخرى لبعض الفاسدين خوض الانتخابات، وبالتالي الوصول مرة أخرى إلى السلطة لتسليط سيف الفساد والنهب والسرقة على رقاب العراقيين. فمن ساهم بإعادة قرابة المليار دولار إلى خزينة الدولة من الفاسدين وتمكن من إعادة عقارات تم تزوير سنداتها إلى ملكية الدولة يكون جزاؤه السجن لمدة 6 سنوات، بينما يكافأ الفاسد في بلدنا بالأموال والسلطة لينعم بالحرية. نفتح ملف انتهاك حريات التعبير واستهداف الناشطين وأصحاب الكلمة الحرة، لكن بعد أن نتابع أبرز منشطات حلقة اليوم. على خلفية اعتقال الناشط باسم خشان، اتساع حملة الرفض الشعبي للأحكام التي تطال أصحاب الكلمة الحرة، ودعوات لتنظيم وقفات تضامنية واحتجاجية مع الناشط المعتقل. رويترز تكشف عن مطالبة وزير الدفاع الأمريكي للناتو بإرسال بعثة دائمة أو شبه دائمة إلى العراق لتدريب القوات الأمنية. وزارة النفط توقع اتفاقية لإنشاء مصفى في كركوك بطاقة 70,000 برميل يوميا. بعد محادثات مكثفة مع الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إيران تعلن استئناف النشاط التجاري بصورة كاملة مع كردستان العراق. نفتح النقاش في ملفنا مع ضيوفي الدكتور عبد الرحمن الجميلي الباحث والأكاديمي، ضيفي في الاستوديو، وأيضا ضيفي من بغداد الناشط والخبير القانوني السيد أمير الدعمي. يعني أبدأ معك سيد أمير، من نقول فاسد ننسجن 6 سنوات، يعني هل هذا هو القانون في العراق؟ لماذا يستطيع الفاسد اليوم أن يستغل كل ثغرات القانون لصالحه؟ نوارة ورضيت الكريم والمشاهدي قناة الشرقية. يعني الحقيقة اليوم أعتقد انتكاسة لمبادئ حقوق الإنسان وانتكاسة للقضاء العراقي بما أصدره ضد الناشط المدني الأستاذ باسم خشان. يعني لو لاحظت اليوم وتابعتي وسائل التواصل الاجتماعي تويتر أو الفيسبوك، هناك تهكم على هذا القرار، وهناك استهزاء وإساءة، يعني حقا إساءة للقضاء العراقي بمثل هكذا قرارات تصدر ضد ناشط مدني حاول كشف المفسدين، حاول يعني ارجاع المال العام. يعني الحقيقه هناك نقيض من ذلك، ان تجدين ان من اهدر المال العام وسرق المليارات من الدولارات يحكم بالحبس البسيط لمده سنه واحده، او بالحبس الشديد في اقصى الحالات يعني لمده سنتين، وناشط مدني اخر هو يدون ويطالب بالحق العام ويطالب بارجاع الاموال يحكم ل3 سنوات. ما هذا يعني يعني الحال، يعني النقيض من ذلك. نجد اليوم تهكم، نجد اليوم عدم رضا على القضاء العراقي اليوم أن ينصف نفسه وأن ينصف أبناء الشعب العراقي في محاولة يعني نقض هذا القرار في قادم الأيام. طيب، يعني أتوجه بسؤالي لك دكتور عبد الرحمن، يعني ألا تعتبر هذه الأحكام هي واحدة من المسببات لتجذر الفساد اليوم في العراق؟ لأننا من يفضح الفاسد نقوم بزجه بالسجن والحكم عليه، والفاسد هو اليوم يعفى بقانون العفو العام ويخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ست نوار وتحياتي للمشاهدين الكرام. يعني دعيني اسلط الضوء على مثل ما تفضلتي من سؤالك، يعني على
مرجعيات هذا القرار ومرجعيات هذا يعني التأصيل الذي أرادت به مجلس محافظة المثنى ليكون بالصورة التي رأيناها. الحقيقة يعني كفل الدستور العراقي حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية الرأي لكل الجهات، سواء جهات إعلامية أو جهات خاصة، منظمات مجتمع مدني وغيرها. بالتالي يعني لم نجد هذا الأمر واقعا مثل ما حصل مع الناشط باسم الخشان. ما يجري اليوم على الساحة، على الساحة السماوية إن صح التعبير، الحقيقة يراد به أن يعني إيصال رسالة أنه لا يمكن أحد لأحد أن يتكلم أو يتفوه. الرجل باسم الخشان الحقيقة في صراع مع مجلس المحافظة، أكثر من 300 دعوة، أكثر من 300 قضية رفع على مجلس المحافظة، استرد كثير من الأموال للدولة العراقية. أيجازى بهكذا طريقة؟ هو يكرم بالسجن اليوم، يفترض أن يكرم. يعني يفترض الآن الدور منوط بالسيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أن يقف بنفسه على هذه القضية، حينما يعني يراد برجل نزيه واستطاع استرداد مبالغ كثيرة وكبيرة للدولة العراقية من مجلس فاسد، من أعضاء مجلس فاسدين، بالتالي يجازى بهذه الطريقة. ولذلك نهيب الدكتور حيدر العبادي من هذا المنبر أن يقف بنفسه على هذه القضية، لأنها ستجر إلى قضايا أخرى لتكميم الأفواه والتقييد على حرية التعبير والرأي. بالتالي الحقيقة نحن أمام يعني مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية، أن أناشد بها السيد رئيس الوزراء وكل الجهات المعنية أن يتحملوا المسؤولية الأخلاقية قبل المسؤولية الدستورية. يا سيدي الكريمة، المادة باء من الفقرة باء من المادة 12 من الدستور العراقي كفلت حق التعبير والرأي لجميع المواطنين، منهم مؤسسات إعلامية، منظمات مجتمع مدني. لماذا هذا التقييد؟ هناك غموض في المادة 38 من الدستور العراقي بأنها تجيز، يقول تجيز، ولا يعني كلمة تجيز الحقيقة فيها استدراك. كلمة تجيز بالمادة 38 من الدستور العراقي الحقيقة عليها غموض أيضا، يعني قد يدخل مجلس محافظة المثنى ومجالس محافظات أخرى من هذه الثغرة من أجل تكميم الأفواه. بالتالي أنا لا أريد، أنا اليوم لا أطالب بتعديل الدستور، هذا الدستور الذي كتب، وإنما بالحد الأدنى الوقوف على مثل هكذا حالات تكمم الأفواه في وقت نحن نحتاج إلى حرية صحافة، حرية رأي، حرية تعبير. نحن أمام مرحلة قادمة، مرحلة بالحد الأدنى تكون انفتاح في جميع المستويات، مستويات الحياة على الشعب العراقي، خاصة أننا انتهينا من مرحلة داعش وطوينا هذه الصفحة. اليوم مقبلون على مرحلة إعمار وبناء الفكر، بناء الفكر، فكر المواطن العراقي وبناء المدن العراقية والعراق برمته. يعني اليوم حينما نجد مجلس محافظة المثنى يتصرف بهذه الطريقة البشعة بتسييس لمجلس القضاء الأعلى في المحافظة في محافظة المثنى، وبالتالي الحكم 6 سنوات على رجل بريء، يعني لا حول له ولا قوة إلا أنه فضحهم وبين سوءاتهم من خلال الحقيقة كما ذكرت أكثر من 300 قضية رفع على مجلس المحافظة، وبالتالي تآمر أثبت وطنيته اليوم بكل ما قدمه. طيب يعني نتوجه للسيد أمير. سيد أمير، يعني هل لك أن تشرح لنا كيف يمكن استغلال الفاسد لأثغرات القانونية بقانون حرية التعبير عن رأي؟ نعم ست نوارة، موضوع مهم. المادة 27 من الدستور، اللي هذا الدستور كتب على عجالة واللي فيه كثير من الأخطاء واللي كثير ما أوقع العراقيين بمطبات حقيقة. مادة 27 تقول المال العام هو مصان وواجب على المواطن البسيط حمايته. مادة 27. المادة 38 من الدستور تقول حرية، تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل. وبالتالي يعني ما ممكن أنت يعني تطب الدستور حق وتنقضه بقانون العقوبات العراقي بالمادة 226، ثم أن هذه المواد هي كفلة حرية المواطن البسيط والمدون. أنت حكمت وفق قانون 226 قانون العقوبات العراقي، والمحكمة استندت في قرارها في هذا القرار على خبير لغوي، وكان الأجدر بالقضاء العراقي هو الاستعانة بخبير إعلامي لتفسير كلمة على نار هادئة، تطبخ على نار هادئة. سبب حكم باسم خشان هو ما استندت إليه المحكمة بتفسير الخبير اللغوي الذي انتدب من جامعة المثنى، على اعتبار تفسير هذه الكلمة أنه ما تطبخ على نار هادئة يعتبر إساءة. ما يعني ما دخل الخبير اللغوي بالخبير الإعلامي الذي قد يفسر هذه الجملة أو هذه الكلمة. اليوم باسم خشان حكم بالقضاء، مستند القضاء في قراره على أساس ما فسر الخبير اللغوي
وهو خطأ استندت عليه المحكمة، كان اليوم مفروض والأجدر أن تستند إلى خبير إعلامي له خبرة بالإعلام وله تفسير بالإعلام والمقالات، هذا من جهة. من جهة ثانية هذا اليوم الحكم هو وسيلة من وسائل تكميم الأفواه، اليوم هذا دق ناقوس الخطر أمام جميع المدونين وأمام جميع العراقيين بأنه لا تكتب ولا تشتم ولا تنتقد ولا إلى آخره. هذا الحكم اليوم هو هذا صار، يعني أصبح صوت بيد الفاسدين لضرب جميع من يحاول أن يؤشر بإصبعه على أن هذا فاسد أو ذاك يعني قد سرق المال العام. والكيل بمكيال القضاء العراقي، كيف لك أن تحكم على مدون عراقي أشار بيده إلى الفساد بعقوبة السجن الشديد لثلاث سنوات، وتحكم على من سرق المال العام وسرق علبة يعني الكلينكس 15 سنة وسرق المال العام مليارات الدولارات بسنة واحدة الحبس البسيط، وكثير ما تتجه محكمة التمييز إلى نقض حتى الأحكام بالسجن الشديد، وهو ما رأيناه أخيرا يعني بحكم أحد أفراد الخطوط الجوية العراقية عندما كان الحكم للسجن الشديد لمدة سنتين نقضته محكمة التمييز إلى السجن البسيط الحبس البسيط لمدة سنة واحدة. هذا التناقض في القضاء العراقي ويجب أن يوضع له حد، هذا من جهة. من جهة أخرى اليوم يا أما نمشي يعني ونسير وفق الدستور وهو ما كفل المواطن البسيط، وأما أن نسير وفق قانون العقوبات الذي أكل الدهر عليه وشرب، حتى أن المشرع العراقي اليوم يعاب عليه هذا الموضوع من 14 إلى 15 سنة، ونحن على قانون عقوبات سن سنة 1969 وهو حتى لا يعني لا يطاب يعني لا يماشي واقعنا اليوم، حتى غراماته 200 دينار و50 دينار وما لا غير ذلك. فأما نسير وفق قانون عقوبات وفق الدستور أو نركن الدستور جانبا وننتقي منه ما يفيد السياسيين والفاسدين ونذهب إلى قانون العقوبات لنعاقب به من يشير بإصبعه إلى الفساد. طيب سيد أمير ابقى معنا. دكتور عبد الرحمن، يعني تطرق سيد أمير يعني قانونيا هنالك تناقض أسماها، أنا ربما أسميها تفاوت في نسبة العقوبة، يعني من قبل كان هنالك يعني طفل سرق علبة كلينكس تعرض إلى يعني قرار ب15 سنة، اليوم ناشط مدني يحاول فضح الفساد يتعرض لعقوبة 6 سنوات، والفاسد اليوم ربما قانون العفو العام يحميه ويخرجه وأيضا يتيح له المشاركة في الانتخابات، برأيك أين هي المشكلة؟ هل يعني الدستور الفضفاض هو من يعني يسبب هذه المشكلة أم هنالك تدخل سياسي واضح وصريح يحمي نفسه الفاسد من خلاله؟ يعني دعينا نستذكر أولا حادثة الدكتورة هديل عضوة المكتب الإعلامي لشبكة الإعلام العراقي الحقيقة، يعني حينما هددت قبل شهرين وقدمت استقالتها رئيس الوزراء، يعني هذه الحالة، حالة الطفل، حالة هذا الرجل ماجد الخشان، الحقيقة حالات كثيرة نحن أمام يعني مفترق طرق، يعني نحن الحقيقة هذه الجدلية، جدلية القانون، قانون تكميم الأفواه وحرية الرأي والتعبير، الحقيقة سوف لن يقف عند هذه القضية، يعني سوف يتعدى إلى قضايا أخرى متعددة، خاصة نحن أمام صراع سياسي مقبل في 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 قضية الانتخابات، في حالة الانتخابات. بالتالي يعني كل هذه المعطيات الحقيقة تؤشر إلى وجود خلل من المفترض أن يقف عليه شخصيا السيد رئيس الوزراء، كما رأيناه في حالات كثيرة وقف بنفسه شخصيا على حالات في غير قضايا الإعلام، في غير قضايا القضاء. يتوجب عليه اليوم باعتباره مسؤول أول عن هذه القضاء أن يقف ويشرف بنفسه ويطلع بالحد الأدنى. يا سيدتي الكريمة، حينما يعني يسجن يعني مدة 6 سنوات بسبب يعني تفسير من خبير لغوي بعد أن عجزت الحكومة، عفوا بعد أن عجزت المحكمة عن وجود تبرير أو وجود ثغرة قانونية تؤصل للحبس أو لمحاكمة هذا الرجل، بالتالي استعانوا بهذا الخبير وأعطاهم هذا التفسير. حينما تقدم مثل هكذا يعني جهات قضائية على مثل هكذا فعل بعد أن تعجز عن وجود يعني صوت قانوني يدين هذا الرجل، الحقيقة هذا هو الفساد بعينه، ولذلك هي حلقة من حلقات محاربة الفساد. يتوجب على رئيس الوزراء ومن معه الوقوف على هذه القضية. نحن يا سيدتي الكريمة أمام تحدي خطير، إما أن نكون أو لا نكون، نحن كصحفيين كإعلاميين نناشد كل الجهات الحقيقة المحلية في محافظة المثنى والجهات الرسمية في الحكومة المركزية أن
يجعلوا لهذه القضية اعتبارا نصب أعينهم في ضمائرهم. وإلا يا سيدتي الكريمة يعني ما الذي فعله ماجد الخشان؟ ما الذي يعني حينما يتآمر عليه أغلب أعضاء مجلس المحافظة، أقول أغلب لأنه هناك حقيقة بعض الأعضاء يعني أشادوا بهذا الرجل لكنهم لم يظهروا للإعلام خوفا من أن نعم، وبالتالي أغلب أعضاء مجلس المحافظة اتفقوا بموافقة المحافظ ورئيس المجلس أن تدبر له هذه القضية الكيدية، وبالتالي وقع في السجن لمدة 6 سنوات. يعني نحن بطبيعة الحال كفلنا حق الرد لكل من أعضاء مجلس المحافظة وللمحافظ، ولكن ننتظر منهم ردود فعل حول هذا الموضوع. مستمرون معكم ضيوفي الكرام في حوارنا، ولكن دعونا نتوقف قليلا. بالعودة لإكمال الحوار مع ضيوفي الكرام، أعود إليك سيد أمير. يعني قانون المختص بحرية التعبير، ألا يكفل حق التعبير عن الرأي بكل من مواقع التواصل الاجتماعي حتى بالكلام، يعني بعيدا عن القدح والذم؟ نعم، يعني بعيدا عن قانون يعني حرية التعبير اللي أسسنا مؤخرا، لكن الدستور العراقي وهو أساس كل القوانين ومرجعية كل القوانين كفل بالمادة 38 وبنص صريح تتكفل الدولة بحماية ورعاية يعني انه حرية الرأي والتعبير وكافة يعني بكافة الوسائل الإعلانية وغير الإعلانية. لذلك هذا هو أساس الدستور، هذا هو الأساس، وما بني بعده اعتمد على هذه المادة بالذات. وقانون حرية التعبير الذي يسن من قبل البرلمان العراقي يعني اعتقد ايضا كفلت هذا الموضوع. هو فقط يعني ما تم الحكم عليه اعتبروه اساءه وفق ما اشار اليه الخبير اللغوي، والذي اصر انه هذا الخبير كان المحكمه الاجدر بها ان يعني تستعين بخبير اعلامي وفق تفسير هذه الكلمه نار هادئه. ثم ان الماده 226 في قانون العقوبات العراقيه الاهانه لم تحدد طريقه الاهانه، لم تفسر الإهانة كيف تكون للمؤسسات المجلس الأمة ولا المؤسسات العسكرية ولا القضائية، لم تفسر هذه المادة، وبالتالي كانت ضبابية في هذه المادة بالذات. لكن بالرجوع إلى حرية التعبير والذي سن من قبل البرلمان والدستور العراقي، نعم كفل حرية التعبير بكافة الوسائل وبكافة الطرق، ولا أعتقد أن كلمة واسألي أي خبير إعلامي يظهر على شاشات الإعلام أو مدون أو كاتب مقالات ممكن أن يفسر كلمة أنه تطبخ على نار هادئة يفسر على أن إساءة لشخصية معينة أو إساءة للجهة المعينة. نعم، الناشط والخبير القانوني يا سيد أمير الدعمي، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الرحمن، أعود إليك في سؤال أخير. يعني إذا ما كان الحال يسير في العراق بهذا الاتجاه، كيف يمكن أن يكون للمواطن العراقي حتى إذا ما كان فاضح للفساد كما هو باسم الخشان، كيف له أن يثق بالقضاء العراقي وبقراراته إذا ما كانت مبنية على تفسير ربما يكون خاطئ؟ يعني بس فقط دعيني أصحح الفقرة التي ذكرها الأستاذ أمير في قضية المادة 38. حقيقة هي المادة 12 الفقرة باء من المادة 12 كفلت حرية التعبير للمواطن العراقي وللجهات منظمات المجتمع المدني، جهات إعلامية وغيرها. أما المادة 38 الحقيقة أجيز تقول يعني تجيز المادة تجيز حرية التعبير، يعني لم تفتح المجال أمام هذا بطريقة أوسع، وإنما تجهيز بمعنى أن يستأذن أو الجهات المعنية أو يأخذ الإذن من الجهات المعنية. كما قدم مشروع القانون للحقيقة قدمه التحالف الوطني، مشروع تقييد الحقيقة حرية الرأي والتعبير الذي عقوبته الحد الأدنى بالسجن 6 أشهر بعقوبة أعلى لمدة سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين ولا تتجاوز 25 مليون بس للتوضيح فقط. بالنسبة يعني فيما يجري اليوم الحقيقة، خليني أختصر حتى أبين للمشاهد ما يجري اليوم في المتنى تحديدا. يعني هي اتفاق بين بعض من أعضاء مجلس المحافظة
بأن حول هذا الرجل باسم الخشان بالترتيب والتنسيق مع مجلس القضاء في المحافظة بالاستعانة بهذا الخبير اللغوي من أجل اكتمال عملية الحكم لهذا الرجل. وبالتالي الموضوع تم بعلم وبدراية من رئيس مجلس المحافظة ومن محافظ المثنى، هذه حتى يعرف المشاهد. بالتالي هي كما ذكرت مسؤولية أخلاقية على رئيس الوزراء أن يتطلع بنفسه على هذه القضية ويبحث في ثنايا هذه القضية ليضع القضاء العراقي على المحك، لأن اليوم القضاء العراقي الحقيقي قضاء مسيس في كثير من المحافظات. يعني أنا أجزم أن القضاء العراقي اليوم مسيس في كثير من المحافظات العراقية وحتى في بغداد العاصمة. بالتالي نحن أمام مفترق طرق. اليوم العراقيون مقبلون على انتخابات من أجل تغيير الوجوه السياسية التي قادت البلاد على مدار 14 عام سواء مجالس محافظات أو برلمان. بالتالي اليوم على المواطن أيضا مسؤولية أخلاقية في اختيار أعضاء مجالس المحافظات البرلمانيين بالصورة الأمثل الأمناء الجيدين أصحاب الأيادي البيضاء، وإلا هذه النتيجة التي رأيناها اليوم على باسم الخشان وهي حالة ستجر على كثير من الصحفيين الحقيقة في القادم، لأنه يعني ما ممكن أن يكون هكذا. وإلا تكميم الأفواه، كل الدول اليوم تتحدث عن دساتيرها بأنها تعطي الحرية حق التعبير للمواطن والجهات الإعلامية، ولكنها بالواقع تختلف عن ذلك. نعم الدكتور عبد الرحمن الجميلي الباحث الأكاديمي، شكرا جزيلا لك. رسالة بسيطة نوجهها إلى رئيس الوزراء، إذا كنت تريد محاربة الفساد فباسم الخشاب اعتبره أداة لمحاربة الفساد، لأنه يعني أرجع مليارات إلى الدولة، وبطبيعة الحال نحن نكفل حق الرد لكل أعضاء مجلس المحافظة. أهلا بكم من جديد. صيت الفساد في بلدنا داع حتى وصل إلى دول الجوار وتجاوزها إلى العالم. فمع اقتراب موعد مؤتمر إعادة إعمار العراق المقرر عقده في الكويت الأسبوع المقبل، تتعالى الأصوات العربية والدولية المطالبة بتقديم ضمانات من قبل الحكومة العراقية حول مصير الأموال التي ستقدم للعراق لإعادة إعمار المناطق المحررة. هذه المطالب تؤشر مخاوف كبيرة للدول المانحة من ذهاب هذه الأموال إلى جيوب الفاسدين بدلا من ذهابها إلى بناء وإعمار ما دمرته الحرب، وهو ما ذهب إليه أيضا رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي قال أن الدول الأجنبية أصبح لديها هاجس من الفساد في العراق ومخاوف من تبديد المنح المالية الدولية التي ستقدمها في مؤتمر الكويت، مؤكدا أن الأموال المقدمة ستنصب نحو بناء وإعمار المناطق المحررة. إذن ما هي مبررات خوف الدول المانحة من ذهاب الأموال إلى جيوب الفاسدين؟ وهل حجم الفساد في العراق بهذه الخطورة التي جعلت العالم متخوف من ابتلاعه أموال الإعمار؟ وما مدى صعوبة مهمة رئيس الوزراء العراقي لإقناع هذه الدول من أجل التبرع للعراق؟ وهل ستتمكن حكومة العبادي من تقديم ضمانات كافية لهذه الدول لترسل رسائل اطمئنان لها تدفعها لجمع 18 مليار دولار للعراقيين؟ كل هذا وأكثر نناقشه في ملفنا اليوم مع ضيفنا من بغداد الباحث والخبير الاقتصادي سيد ماجد الصوري. سيد ماجد أهلا بك معنا. تساؤلات كثيرة نطرحها، بداية يعني نحن بحاجة إلى 18 مليار دولار لإعادة الإعمار، برأيك هل العراق سيستطيع أن يقدم ما يطمئن هذه الدول؟ حسب التقديرات ليس 18 مليار أرجو المعذرة وإنما 100 مليار حسب بعض التقديرات أنه يحتاج العراق 100 مليار. نعم. ولكن من الدول المانحة ممكن يكون 18 مليار. المسألة الأساسية يعني هذه موضوع الفساد المالي أثير من سنوات من قبل منظمات دولية وخصوصا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنه لا يمكن إعطاء المنح أو القروض
إلى العراق ما لم يتم محاربة الفساد. هذه إحدى المطالب الأساسية من الدول الأخرى، من ليس فقط من المنظمات وإنما من دول كثيرة جدا تطالب بضمان محاربة الفساد. ولذلك استجابة لهذا الوضع الآن الحكومة استنجدت بالبنك الدولي من أجل التشاور لمعرفة كيفية ضمان الاستثمارات التي ممكن أن تدخل العراق وكيفية ضمان المنح التي يمكن أن تدخل العراق. أنا في تصوري موضوع الكويت استثمارات اللي يعني المؤتمر الكويت هو بشكل أساسي هو لجذب الاستثمار في العراق، وهذا الاستثمار هو من القطاع الخاص وليست الشكل الأساسي هو المنح، ولكن مع ذلك هناك دور كبير جدا لبعض الدول أن تقوم باستغلال المؤتمر الكويت لتقديم المنح إلى العراق. يعني سيد ماجد يبدو بأن سيد العبادي كان أكثر مسعى تفاؤلا دولي لتقديم المنح. حضرتك يعني قلت بأنه 100 مليار وسيد العبادي صرح من قلب بأن 18 مليار، نتمنى أن يكون مبلغ مناسب حتى نستطيع إعادة الإعمار في هذه المناطق. طيب يعني برأيك هل الموضوع صعب سيكون على السيد العبادي، يعني بداية لكسب ثقة المانحين وأخيرا تنتهي بمحاربة الفساد وإعادة الإعمار؟ الآن السيد العبادي هو يمثل العراق، وأنا ما راح أتكلم بالصعوبات اللي يلاقيها السيد العبادي، وإنما أقول أن العراق سيواجه مشاكل كبيرة جدا في عملية جذب الاستثمارات، لأنه البيئة اللي موجودة الآن في العراق ليس فقط الفساد، وإنما هناك بيروقراطية عالية، يعني هناك فساد إداري ومالي، وهناك عراقيل كثيرة جدا في موضوع الخدمات، في موضوع أسعار الكهرباء، في موضوع الاتصالات المواصلات وموضوع المياه، كل هذه لها يعني تأثير كبير جدا على المشاريع التي من الممكن أن تكون في العراق. المسألة الأساسية هناك عدة طرق لهذا الموضوع. إذا كان الاستثمار مباشر من قبل المستثمر نفسه في العراق، والمفروض أنه القطاع الخاص العراقي أيضا يسهم في هذا الموضوع، أقول أنه أيضا هناك ليس فقط الفساد، وللأسف الشديد هناك القضية العشائرية التي ممكن أن تثار في هذا المجال، وكل عشيرة الآن المشاكل اللي موجودة مع شركات النفط في البصرة وفي المحافظات الأخرى، هذه أيضا إحدى المشاكل الأساسية التي من الممكن أن يواجهها المستثمر في العراق. وبدون ضمان تطبيق القانون في العراق ومحاربة البيروقراطية ومحاربة الفساد في العراق، أنا أعتقد الأمل ضعيف جدا في جذب الاستثمارات، لأنه هناك كثير من المحاولات السابقة، كثير من المؤتمرات السابقة ذهبت إلى موضوع جذب الاستثمار ولم تنجح. الظروف في العراق الآن نعم مواتية جدا، لأنه تم القضاء على داعش، هناك محاولات كثيرة جدا لمحاربة الفساد، ولكن للأسف الشديد غير ناجحة لحد الآن بشكل كامل. وأكبر دليل أنه هذا الأستاذ باسم خشان يعني اعتقلوه وسجنوه 3 سنوات بالوقت اللي الفاسدين لا زالوا موجودين في يعني يتمتعون بحريتهم، وبالعكس تمتعوا بإعفاء وإمكانية الدخول إلى الانتخابات. وهذه الخلافات السياسية أيضا عوامل كثيرة جدا، الخلافات بين الإقليم والحكومة المركزية، الخلافات بين الأحزاب السياسية، موضوع الانتخابات. طيب سيد ماجد، يعني سنأتي على ذكر كل الأسباب معوقة التي يمكن أن تكون معوقة، ولكن دعنا نتوقف قليلا. We'll be right back.
عودة لإكمال الحوار مع ضيفي سيد ماجد الصوري المخبر الاقتصادي. سيد ماجد، يعني ربما بداية الأسباب التي تحدثنا عنها هي الفساد والخلافات العشائرية، أي يعني الواقع الأمني وعدم الاستقرار في المحافظة. هل هنالك من معوقات أخرى لعدم يعني العودة إلى العراق والاستثمار فيه من جديد؟ عزيزتي، هاي المناكفات السياسية الآن الموجودة ماذا تسميها؟ عدم الاستقرار السياسي الموجود الآن على الساحة العراقية ماذا نسميها؟ عدم وحدة القرار في هذا المجال ماذا نسميه؟ يعني كل هذه عراقيل مهمة جدا لمنع الاستثمار من الدخول أو لعرقلة تشكيل البيئة المناسبة لجذب الاستثمار. الكل يتمنى أن يكون الاستثمار في العراق من أجل حل مشاكل أساسية، الفقر والبطالة والقضايا الأخرى كلها يجب أن تحل، والإنتاج المحلي وزيادة الإنتاج المحلي، كل هذه يعني أمنيات الكل يتمناها أن تتحقق، الشعب العراقي كله يتمنى ذلك. ولكن ما هي العراقيل اللي موجود؟ هل هناك فعلا إرادة سياسية قوية من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعشائرية للحصول على هذه الاستثمارات، أم أن التوجه هو جذب الاستثمارات للحصول على منافع شخصية وفئوية؟ هذه المسألة الأساسية. ولذلك أنا أقول بشكل واضح أن البيئة الاستثمارية لا زالت غير قادرة على في العراق لا زالت غير قادرة على جذب الاستثمارات رغم الجهود الكثيرة التي تبذل في الوقت الحاضر، سواء من قبل الحكومة العراقية أو ليس كل الحكومة. يعني سيد ماجد، وكأننا نتحدث عن مهمة مستحيلة اليوم، لأننا لا نستطيع إذا ما بدأنا بمحاربة الفساد، لا نستطيع لوقت يعني عقد مؤتمر المانحين، لا نستطيع خلق بيئة آمنة وسياسية حتى مستقرة. احنا عقدنا مؤتمرات وستعقد هذا المؤتمر وسنحصل على موافقة. الجو العام بالنسبة للعراق، المساندة الدولية بالنسبة للعراق قوية جدا، والكل راغب في عملية الاستفادة من الفرص الموجودة الاستثمارية الموجودة في العراق، لأن هذه فرص ليست موجودة في كل أنحاء العالم. الآن فرص استثمارية هائلة موجودة في العراق، ولكن أقولها مرة أخرى، إذا لم يتم ضمان هذه الأموال التي ستستثمر في العراق من قبل الحكومة العراقية، فأعتقد أنها من الصعوبة جدا أن تستطيع أن تجذب هذه الاستثمارات. وإذا ما تم جذب الاستثمارات في هذه الظروف الحالية، أعتقد أنها ستكون غير مجدية لعملية تنفيذ الاستثمارات. طيب سيد ماجد، سنتحدث معك أيضا عن كيفية استثمار الرغبة الدولية، ولكن بعد أن نتوقف قليلا. بالعودة لضيفي سيد ماجد الصوري. سيد ماجد، يعني كيف يمكن استثمار الرغبة الدولية التي تحققت اليوم بعد يعني تغير سياسة العراق الخارجية، بعد قضائه على داعش، يعني بعد مساعدة الدول أو يعني رغبتها بمساعدة العراق للاستقرار، كيف يمكن استغلال هذه الرغبة؟ بالتأكيد الانتصار على داعش والمحاولات الكثيرة من السلطة التنفيذية لمحاربة الفساد، هذه كلها عوامل، وتنقية الأجواء اللي موجودة سواء مع الدول العالم أو مع الدول المجاورة والإقليمية، كل هذه عوامل مهمة جدا لجذب الاستثمار ولتشجيع الدول والشركات للدخول إلى العراق كمستثمرين.
لكن الاصطدام الأساسي هو ليس في هذه الرغبة، الاصطدام الأساسي سيكون في مستوى البيروقراطية ومستوى الفساد اللي موجود. يعني هناك أمثلة كثيرة جدا للأسف الشديد على امتناع المستثمرين من الدخول إلى العراق بسبب الفساد المالي، وأمثلة كثيرة جدا لا مجال لذكرها الآن. طيب هذه المنح المالية سيد ماجد إذا سمحت لي، لو كانت هناك إرادة نعم ستذهب لإعادة الإعمار، يعني ألا نستطيع اليوم في العراق داخليا ضمان أن تذهب هذه الأموال إلى مكانها الصحيح وعدم ذهابها إلى جيوب الفاسدين؟ ولذلك الحكومة العراقية الآن تتشاور مع البنك الدولي من أجل عملية تنفيذ وضمان كيفية ضمان عدم تدخل الفاسدين وعدم تدخل البيروقراطية في عملية البناء. إحدى يعني الحلول اللي موجودة هو تشكيل اللجنة العليا للاستثمار ومنح الرخص مباشرة من قبل هذه اللجنة، وعدم الدخول في متاهات الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئات المحلية للاستثمار. هذه إحدى الحلول اللي موجودة، ولكن المسألة الأساسية هي على أرض الواقع كيف يتم. إضافة إلى ذلك هناك مسألة أيضا مهمة، هو سوق العمل، ما هو نوع المشاريع. أنا أعتقد في موضوع الإعمار اللي المفهوم السائد هو موضوع الأبنية وموضوع الدور السكن وموضوع الآخر. أنا في تصوري إعادة إعمار العراق لا تكون عن هذا الطريق فقط، وإنما تكون عن تشجيع الإنتاج المحلي، وسواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وبالذات القطاع الخاص من أجل أن يدخل سوق الاستثمار في العراق من أجل العمل على القضاء على البطالة بشكل صحيح وتحسين نوعية سوق العمل. هذه مسائل أساسية اللي ممكن تحدث في العراق. ولذلك عند التوجه بشكل منفرد وبتوجه معين فقط هذا لا ينفع، يجب أن يكون هناك توجه شامل للحكومة العراقية وبقرارات متكاملة من أجل العمل على جذب الاستثمار. يجب أن يعني نحن نعمل بحاجة إلى خطة رصينة سيد ماجد، يجب أن نعمل من موضوع الضرائب خطة رصينة اقتصادية تقدمها الحكومة العراقية وتعمل بها أيضا لمحاربة الفساد. سيد ماجد الصوري الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.